السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس اسمحك بس بسؤالين. تفضل. صفة سجود السهو وما يشترط فيه؟ لا يشترط فيه شيء إلا أن النبي قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم وانتهى الأمر. طب وبالنسبة لسجود التلاوة؟ ما شأنه؟ يعني هل يشترط فيما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة والوضوء وما إلى ذلك؟ رأيان للعلماء، أهل الحديث لا يشترطون ذلك ويقولون إن النبي عليه السلام قرأ سورة النجم بمكة فسجد وسجد كل من كان معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس، ويبعد أن يكونوا كلهم على وضوء. فرأي فريق من العلماء جواز سجود التلاوة بدون وضوء، والجمهور يقيسونها على الصلاة. بارك الله فيكم. الله يسلمك.